درنا لؤلؤة برقة كانت على موعد الاستقبال وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان والوفد المرافق لها ضمن جولتها التي تقوم بها لعدد من المدن والمناطق الليبية. الآن نحن في مدينة درنا، مدينة الفن والفنون والأدب والشعراء. هذه زيارة مثلها مثل باقي الزيارات التي قمنا بها في كل أو معظم ربوع ليبيا، زيارة تفقدية للوقوف على حال الثقافة سواء كان من ناحية المثقفين والكتباء والشعراء، وكذلك الوقوف على المؤسسات الثقافية ومعرفة مشاكلهم وجميع المختنقات التي يعانونها. طبعا من خلال زيارتنا هذه اليوم لمدينة درنا كان لنا اجتماع بمدراء المكاتب المناطق المحيطة بالمدينة، واجتمعنا إلى آرائهم وكل المشاكل التي يعانون بها والمختنقات المكاتب الثقافية، وتناقشنا معهم في أمور عدة منها الأمور الإدارية والمالية وغيرها من الأمور، وكما المشاكل طبعا في المكاتب الثقافية هي جل المشاكل التي تعاني منها البلديات، هي نفس المشكلة، هي مشكلة المركزية. استقبلت مبروكة من قبل كل من عضو المجلس التسييري بلدية درنا ومدير مكتب الثقافة وعدد من مدراء مكاتب الثقافة بالبلديات المجاورة والشخصيات الاجتماعية والجهات الأمنية والمبدعين. الاجتماع اليوم مطالبة صلاحيات من السيد معالي الوزير وزير الثقافة، وبرضه توضيح الديون المتراكمة على المكاتب في السنوات السابقة. هناك بعض المكاتب تعاني من التزامات مالية، وأوعدت السيدة معالي الوزير بمنح الإمكانيات وعن قريب، وكذلك تم تداول الموضوع رئيس ديوان بالمنطقة الشرقية، وكان فرز السيد أحد الموظفين بديوان الوزارة حتى يتنصب بهذه الصفة وهو رئيس ديوان، من أجل اختصار المشقة والمسافات لمدراء المكاتب إلى طرابلس، فتكون هناك قناة لاستلام المستندات وإجراءات الموظفين حتى يتمكن من تذليل صعاب مدراء المكاتب. عبرت الوزيرة في كلمتها عن بالغ سعادتها وهي تزور مدينة الحضارات والفن درنة لتقف بنفسها على احتياجات المشهد الثقافي والاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل المكاتب التابعة لها، معربة عن عزمها المضي نحو تنفيذ رؤيتها لهذا المشهد.